اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعني يحقق انجاز افضل من الانجاز السابق اللي حصل قبل كده بعد البرونزيه، بس الاول خطوه الدحيل دي هي الاهم، لان هي اللي هتفتح لك الطريق للي بعد كده ان شاء الله باذن ان الله. شاء الله باذن مباراه الله. سهله ولا مباراه صعبه ولا لا مفيش في، ما اوضح حاجه، مفيش حاجه من في الكوره، وجهه نظرك يعني؟ ما فيش حاجه في الكوره سهله. ايوه. يعني الكوره لازم تحترم الخصم بس ما تبالغش في الاحترام. طيب اسالك سؤال بشكل تاني، اتفضل. من الفرق المشاركه، من الست فرق المشاركه، احنا في طبعا بطل ليبرتادورس وصل قبل النهائي على طول، وبطل اوروبا وبطل وصل، اوروبا بيوصل. عندنا الاربع فرق التانيين هم اللي بيتواجهوا في الدور التمهيدي خلص. عشان نشوف مين هيقابل تمام. الفرقتين التانيين في قبل النهائي. من الاربع فرق دول كنت تتمنى الاهلي يقابل مين؟ والله انا يعني انا توقعت بطل المكسيك، بس طبعا كره امريكا الشماليه هناك دي ايوه برضو ما مش يعني اقول لك صعبه شويه، ممكن يعني عندهم سرعات او زي برضو الألسان الكوري، الكوري. اعتقد برضو بيبقى عندهم سرعات كتير قوي، اه فالامور صعبه. فانا كان الدحيل بالنسبه لي يعني الخيار يعني ايه اه الانسب. الانسب شويه، فرقه زي ما قلت لحضرتك او نتكلم عليها، هي فرقه هجوميا عندها لعيبه كبيره جدا ومحترمه واسامي محترمه، هجوميا عندهم شراسه هجوميه بشكل كويس جدا، بس عندهم في نفس الوقت مشاكل دفاعيه كبيره في قلب او في الرباعي خط الظهر مع حراس المرمى، عندهم مشاكل كبيره جدا. هم لعبوا 15 ماتش في الدوري القطري، القطري. عندهم 36 جون وعليهم 21، ده يبين لحضرتك قد ايه هم هجوميا كويسين جدا لكن دفاعيا في مشاكل. نحترمهم طبعا كنادي الاهلي، يحترم فرقه الدحيل والامور تتاخد زي ما مستر موسيماني دلوقتي اللعيبه بتذاكر فرقه الدحيل، لكن في الملعب ما ببالغش قوي بالاحترام. يعني انا النادي الاهلي، انا عايز اكسب، عايز اقدم كوره جميله، عايز اوضح للناس كلها او ابين للناس كلها انا بطل افريقيا جاي، الناس عايزه تشوف في كوره بطل افريقيا عامله ازاي، فلازم اظهر لهم الوجه ده. ما بالغش في احترامي قوي دفاعيا لفرقه الدحيل، لا انا يبقى في اتزان شويه لكن ما بالغش في الدفاع. يعني زي ماتش، يعني انا بالنسبه لي مثلا ماتش بيراميدز في الدوري كان فيه مبالغه شويه من مستر موسيماني او في تحفظ شويه.